قصص الأنبياء أربعة. قصة آدم وحواء في الجنة في سبع خطوات. واحد، سكن آدم وحواء الجنة، يقول الله: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. افتكر دايما أن بلدك الأولى ومسكنك الأول هو الجنة، وفي يوم من الأيام حنرجع لبلدنا وسكننا بإذن الله. اتنين، بدأ إبليس يوسوس لآدم الأكل من الشجرة وقال له: أنت لو كلت منها حتخلد ومش حتموت أبدا. يقول الله على لسان إبليس: فوسوس إليه الشيطان، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ مفيش شيء اسمه شجرة الخلد، لكن دايما إبليس بيخدعك بنفس الطريقة، أماني وهمية كاذبة فاوعى تصدقه. تلاتة، اتردد آدم في الأكل من الشجرة فأقسم له الشيطان إنه صادق، وقاسمهما يعني احلف لهم إني لكما لمن الناصحين، فكان ده أول حلف كذب في تاريخ البشرية وإحنا بنصدقه من غير ما يحلف لينا. أربعة، نادى الله على آدم وحواء يسألهم ويعاتبهم على الأكل من الشجرة، يقول الله: وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فكان عتاب ربنا ليهم مؤلم جدا. فهل أنت بتتألم عندما تتخيل نفس العتاب ده من ربنا ليك؟ خمسة، بعد أن وقع آدم وحواء في المعصية طلعوا يجروا في الجنة مش عارفين يعملوا إيه، فناداه الله: يا آدم أفرارا مني؟ فقال: لا يا رب، بل حياء منك. فهل إحنا بنستحي من الله لما بنقع في شيء غلط مثل آدم؟ ستة، لم يعرف آدم كيف يتوب ويقول إيه، لكن ربنا علمه أن يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا قال له: قول يا آدم كذا وكذا وأنا أتوب عليك، فقالها فتاب ربنا عليه. هو ده معنى قول الله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وإنت كمان أول ما حتوب إلى الله حيقبلك فورا لأنه غفور رحيم. سبعة، قصة وسوسة إبليس لآدم آدم وحواء عاملة زي مثال محلول لينا قبل النزول للأرض، علشان ما يكونش عندنا حجة إزاي الشيطان بيضحك علينا. وبعدها أمرهم ربنا بالنزول للأرض ليبدأ اختبار الحياة. قلنا: اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ملخص القصة: الشيطان بيكرهك وبيخدعك بالأماني الكاذبة، وربنا بيحبك يريد لك السعادة والهداية. هتختار مين؟ انشروها عشان يتعلم شبابنا وولادنا قصص الأنبياء.